بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هندسة أمل من قناة جرافيك زينة. النهاردة هتكلم عن ميزة مهمة في برنامج الأوتوكاد، والميزة دي موجودة في البروك اللي هي Divine Attributes. Divine Attributes بتساعدني إن أنا أقدر أغير في التكست، بعمل بلوك عن طريقها وأغير في التكست الموجودة، وده مش موجود عندي في البلوك العادي. البلوك العادي لو أنا عملت بلوك عادي وفي تكست ما أقدرش أعدل على التكست دي. طيب هنشوف الكلام ده ازاي مع بعض. هاجي ادوس عليها من هنا، او ان انا بعمل الاختصار بتاعها ATTD اهي define attribute كويس، واجي هنا attribute بكتب التاج الحاجه اللي انا هغيرها. فانا مثلا زيرو هعملها زيرو، والبروموت الاسم بتاعه هسميه access access number مثلا كويس. وهاجي هنا عندي الجاستيفيكيشن اللي هي للتكست سيتنجز، الاعدادات بتاعت التكست. هاجي اخلي الموضع بتاع الكتابه دي فين، انا اخليه في الميدل سنتر كويس. وعندي هنا التكست هايت اخليه 15 اللي هو ارتفاع التكست. لو انا عايزه اعمل روتيشن بعمل روتيشن، يعني بلف التكست هخليه مثلا على زاويه 45 زاويه 30 زي ما انا عايزه. المهم ان انا بعمل الاعدادات دي، دي اهم اعدادات عندي. وهاجي اقول له اوكي، وهاجي هنا هحط الزيرو ده في السنتر ده كويس، وبعدين اقول له كوبي. هاخد بقى من الاتريبيوت ده كوبي اهو ماشي من الاند بوينت دي بالشكل اللي احنا شايفينه ده اهو، وبعدين انتر، وبعدين اقول له بلوك واسميه برضو اكسس نمبر، واجي اعمل سيلكت اوبجكتس واختار بالشكل ده كده اهو الاربعه اللي احنا شايفينهم دول، واجي ادوس بيمين الماوس واقول له اوكي اهو اختارهم لي اربعه زي ما احنا شايفين. طيب انا عايزه اول واحد رقم واحد اتنين تلاته اربعه، رقمتهم بالشكل ده كده وقلت له اوكي زي ما احنا شايفين، عمل لي الاكسس اهو 1 2 3 4 زي ما انا كتبت. دي ميزه مهمه جدا في برنامج الاوتوكاد، سهلت لي ان انا اكتب الارقام في الاكسس زي ما احنا شايفين. طيب هنيجي هنا للحروف، هاجي برضو اعمل اي تي تي اهي، واجي اعمل التاج بتاعنا، ممكن اكتب اي حاجه انا عايزاها في التاج لان انا بغيرها بعد كده. فمثلا برضو هعملها زيرو، بس المره دي انا هكتب حروف، فانا هكتب هنا اكسس تكست بالشكل ده كده، وبرده هعملها ميدل سنتر، وهاجي اقول له اوكي واحطها هنا بالشكل ده، واجي اقول له كوبي اهو انتر، وبعدين اقول له بلوك، واجي هنا اكسس تكست بالشكل ده، واجي اقول له سيلكت اوبجكت واختار الاربعه دول خلاص، واجي اقول له اوكي اهو مختارهم لي بالشكل ده. فانا هاجي اكتب له اي بي سي دي، واجي اقول له اوكي، هو هنا عكسهم لي بالشكل ده. يبقى انا ممكن انا لما اجي اكتبهم عشان ابتديت من هنا فهو بينهي لي من هنا، فانا هكتب له العكس. يعني انا لو جيت عملت هنا اندو اهو، وجيت قلت له بلوك، ونيجي نكتبها تاني اكسس تكست، وعملت له سيلكت اوبجكت واخترت اهم الاربعه دول وقلت له اوكي، وجيت هنا كتبت له اهو دي سي بي اي، وعملت اوكي اي بي سي دي اهو ظبطت معايا بالشكل ده. يبقى انا كده عرفت اكتب الاكسس بكل سهوله عن طريق ان انا عملت اتريبيوتس للبلوك بالشكل اللي احنا
شايفينه ده. ده شرح بسيط جدا للأمر إزاي إن إحنا نستخدمه في برنامج الأوتوكاد. كده أنا خلصت الدرس بتاعنا النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا منه. إذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من أسفل الفيديو وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. زوروني في الدروس القادمة، أستودعكم الله عز وجل.